معنى في الصلاة ما اعتبرتش كالحديث هذا بالنسبة للمجتمع مقاربة النوع إننا حول الاتصال بعض الأخوات، لكن كان هناك من اعتذرت أول لحظة ومن اعتذرت بعد ذلك. الإنترنت طبعا هناك مجموعة أسئلة وملاحظات أثار الحضور، فأعطي الكلمة أولا الأستاذ بن يونس فليتفضل. شكرا. شكرا للرئيس الحزب. أنا في الحقيقة أنا ماشي أجمي بالي أنه ما غير ناقصو فيما بعدها فيما بعدها. أولا الأسئلة التي جاوب عليها الأستاذة عامة ماشي بالترتيب. أولا المجال ديال هذا الندوة هي المجتمع المدني. أنا فعليا ربي أنه شاف وصلوا واحد الأشياء كثيرة، واحد الصحة واحد الشغل، ولكن نهضروا عليهم في ندوة ديالهم. في ندوة قوي جمعية المجتمع المدني للمساهمة ديالهم. أولا أنا اللي كنقول لأنه يجب أن نناقش فيما بيننا ماذا نريد بهذا المجتمع المدني. رحنا الأخوان مازال نتفاهمش، راه النقطة الرئيسية مازال المواطنات والمواطنين والأحزاب والمؤتمرات الحكومية كثرت منها، هي اللي جابوا بحال هاد النقاط باش نناقشوا. مثلا أنا سمعت الكثير من الأخوان كيقولوا خصنا في المجتمع المدني نرجعوا أنفسنا. أنا كنقول لا، واش أنفسنا؟ راه إذا بغينا نرجعوا أنفسنا بغينا نوليو في بلاصة الأحزاب. ما خصناش نديروها. انا واحد الاخ ذكرنا لي في التقاليد، ذكرنا بدو الجمعيات اللي كانوا عندنا ديال الميديان والسهول، ولا كان عندنا واحد الجمعيات اللي كانوا مخبيين وراهم احزاب سياسيه. احنا ما نديروش بحالهم، احنا مجتمع مدني اللي في شي جمعيه عنده تخصص كيهتم بواحد المجال يبقى مستمر في اهتمام ذاك المجال. مثلا هذه الجمعيه تدعم المقاطع الوضعيه صعبه، ما تخلي لا البرلمان ولا الحكومة ولا المنتخبين ولا السلطة أنها تمس هذا المجال بشي سوء ولا شي حاجة سلبية. فقط ما غاديش يهمنا لا غادي نضامن مع واحد الجمعية ديال البيئة ونضامن مع هذي كنحكي ماشي أحزاب سياسية. الأحزاب السياسية خاص يكون عندها برنامج، خاص يكون عندها مصنوع، خاص يكون عندها رؤية. أما حنا كمجتمع مدني شغلنا هو المجال اللي كنهتمو به. كيفاش كتصوروا الصوره الاخوان؟ نعطيكم مثال. عندنا في المغرب حوالي تقريبا 93000 او 100000 جمعيه. 100000 جمعيه. راه هي تصدق بيناتنا. غادي نوليو غير حنا اكثر من الاحزاب السياسيه والنقابات ورجال التعليم والجيش. راه ما يمكنش. شيء حنا مجتمع مدني نخدموا في المجال ديالنا بالاخلاص بالتفاني، ندافعوا على المجال اللي كنشتغلوا فيه، كل المجال اللي كيشتغل فيه فقط. اما اذا كانت الرغبه ديالنا اننا نتجاوزوا الجمعيه ونمشيو نعلو في المجال ديال السياسه، بمعنى بغينا نديروا احزاب سياسيه، هذاك راه موضوع اخر. انا كنتكلم عن المجتمع المدني اللي كيفصل العمل السياسي عن العمل اللي كيقوم به. لذلك انا شخصيا ضد اي فكره ديال اننا نجمعوا الازرق، حنا ندافعوا غير على المجال ديالنا. اللي كيدير محاربه الامنيه يدافع على محاربه الامنيه، اللي كيدير دعم الاطفال في وضعيه صعبه يدافع على الاطفال في وضعيه صعبه، اللي كيدير دعم المراه في وضعيه صعبه، اللي كيدير البيئه، اللي كيدير الدراسه الحقوقيه، اللي كيدير حقوق الانسان، كل في مجال تخصصي. وهذه هي القوه ديالنا. حنا القوه ديالنا ماشي اللي نتاعنا، راه اللي نتاعنا ساهل يقضوا علينا، غادي يجتمعوا يقضوا علينا. حنا الخطوره ديالنا كمجتمع مدني أننا بشتير ما قدرش يجمعوا عليها المسؤول، ما قدروش. لذلك كل واحد يشتغل في الجمعية ديالو بإخلاص وبالمعيقات اللي غادي نتكلم عليها بعد قليل. المسألة الثانية اللي نقول هو أن بوسطن طرحوا لك الإخوان على أنه كان تشاركي ماشي تشاركي. أنا غادي غير نكمل. مش ناخذ تحصيل كبيرات. راه اللجنة الاستشارية على 80% اللي استعملوا هما الجمعيه ديال المجتمع المدني ماشي الاحزاب السياسيه. على عندنا غير
وغيش يبداو 20 لقب وما جاوش كلهم فينا قوسين مجموعة لقب. أما الجمعيات ديال المجتمع المدني هي اللي حضرت وبشهادة أعضاء اللجنة أن المقترحات ديال جمعيات المجتمع المدني كانت أكثر جرأة من اقتراحات الأحزاب السياسية وهي اللي تقدر في عين الاعتبار. ولذلك الصلاة ديال بشكل كبير هذا المسؤولية الأسلحة والوسائل ديال المجتمع المدني. لكن نبقاو مستمرين هذا النقاش حول تنزيل هذا الدستور التفعيل ديالو. أنا معك فعلا عندنا واحد الحالات في المغرب فيما يخص تنزيل الدستور. أنا عطيتك مثالين غادي نزيد نعطي شوية ديال المثال. نرجع أولا للمثال ديال المقهى وثانيا المثال ديال الشباب. لحظة يعني صدقنا على الدستور وقلنا بأنه دستور تشاركي وبلي الدستور ديال المساواة والمناصفة وغادي يعطي المرأة النصف جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية جميعها. لما جينا نفذو اشنو شحال عطاو المرأة في البرلمان؟ 60 مقعد من القصر 395 شو بيضا. راه ماشي عطاو لها شي مقاعد زادوا مقاعد على سقفها عطاوها وين؟ غشوا غشوا العملية الإنسانية. الأولى زوج الشباب اللي كيتكلموا الان عطاوهم 30 مقعد قبلوها وما كيعرفوا بلي العالم كله العالم ما كاينش شي لائحه ديال الشباب. الشباب ماشي نوع حنا اللي كنقولوا مقارنتنا كنقولوا كاين الرجال والنساء ما كاينش الرجال والنساء والشباب. هذه الشباب كنخصهم يدافعوا على الشباب كنخصهم يقولوا هذه 30 سؤال على البنات شاب ثم شابه وهكذا 15 15 قبلوها بمعنى انه ملحونا من البدايه على انه الدستور الى طبق عوج القانون لان شراو هذه 60 مراه هذا 30 ديال الشباب هذا في مجلس المستشارين خلي لهم 120 وخلي لهم 30 ديال النقابه. راه ما ننساوش راه الخطاب الملكي كان اشار الى انه 30 ديال النقابات تمشي مجلس الاقتصادي والاجتماعي وقالوا النقابات كيزيدوا ويزيدوا فتخدم مجلس المستشارين بمعنى قبلوها الوضعيه. ولكن حنا كمجتمع مدني مواطنين ما خصناش نقبلو ما خصناش نبيعو الكعبانيات إلا عطاونا شي امتياز راه الدستور مزيان إلا ما عطاوناش امتياز الدستور ماشي مزيان. لا حنا اللي داروها مزيانة نقولو مزيانة اللي داروها ماشي مزيانة ندخلو هذا راه ماشي مزيانة. لذلك النقاش العمومي اللي كيجرى الآن راه يمكن نقول لك بأنه نقاش جمله مغلوط. إذا كتسمع الآن عن الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الحوار الوطني حول المجتمع المدني، واش كتعرف المنصوب ديال هذيك الوزارة واش كيقول تجاه المجتمع المدني؟ راه خطير، أنا كنت في الوزارة، العلاقة مع الوطن والمجتمع المدني، كيقول على أنه ديك الوزارة غادي تشكل منبر ديال الجمعية، وخصهم يصيفطوا لها تقارير ديالهم ديال التجمعات العامة. ويصيفطوا التقارير المالية وغادي تبقى تصيفطوا للمحاكم وتصيفطوا للمجلس على الحساب وإلى المشكل في المغرب ماشي هو الدولة فيها الفساد فيها سرقة ديال الفلوس إلى الجمعية هي نفس الحاجة. إذا كان كتناقش معايا ما كتيقش فيا علاش كتناقش معايا؟ أنا كنقول وكنعاودها خاصنا نبداو بالعكس خاصنا نديرو المجلس ديال الشباب العام الجمعة قالوا نديرو بالكل نكسرو ونديرو القانون ديال هيئة المناصبة والمكافحة كل شيء أشكال تبيد نديرو ديال التربية والتمكين من المجالس باش حنا كمواطنين كنبقوا المواطنين ديالنا تما غادي يكونوا عندنا معينين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئة و و و غادي يكون عندنا ممثلين وتما يوقع الحوار ماشي العكس. الآن إذا غادي نبعثوا النقطة التشريعية ديال الحكومة كاين مجدرين القوانين اللي غادي يكونوا في 5 سنين وكاينين تعيينات ومجدين تاريخ ديال الانتخابات. إذا ملي سالوا كل شيء هادشي شنو غادي يديروا بينا؟ شنو الحوار؟ لذلك أنا كنقولها ونكررها المجتمع المدني يتبع العمل ديالو ويحرص على أنه ما جا في التخصص ديالو ما يدير به لا منتخب ولا سلطة دير به شي حاجة سلبية. الآن غادي نجيو للنقطة ديال الجماعات المحلية. أنا فعلا قلت بأن المواطنين عندهم الحق يديروا النقطة بشكل كامل. ولكن غادي نسولك غادي بالعكس اذا كان مجلس بلدي مثلا بلدي ما كيديهاش حنا كمواطنين نهار ما
غادي يجيبوا له عريضه فيها كتابات توحيد ونقولوا له هذا الفرق اللي دايرها باش تكون الاعمال ونهار اللي دايرها باش تكون الاعمال نحضروا نحضروا نجيو نجيو نسحبوا في البلد ونحسب لهم مزايا بس راه حنا نقطه ديك الساعه المجلس غادي يوجد راسه في الفخ الزيد عليه خصو يديرها باش تكون الاعمال لان مثلا واحد الوقت برا والزيد عليه خصو يدير البطاله ديالو لان مثلا واحد مع العائله ديالو دارو 15000 واحد هما اللي كيسوا حنا كنمجتمع مزيان على القوه ديالنا اننا غادي نديرو واحد الهدف اي واحد اي واحد هدف البيئه هدف الانتخابات هدف اضافه الشؤون الخارجيه والاعمال هدف الاشخاص ذات في حياته الخاصه هدف غريبه الخارج كل واحد يدير الفرويه بالحق غادي يمكننا نفرضوها على السلطه ونفرضوها على المجتمع على العكس غادي نكونوا قادرين نشدوا الاعمال غادي نحرجوا بها المجالس وغادي نوجدوا الفصول الى خشوا النقاط اللي بين احنا ماشي النقاط اللي فوق وغادي يجي في الايام ستمشي بزاف ثم الاخوان راه كيرد الناس واحد الهضره احيانا خطا مثلا حنا هاد التوصيات القوانين جينا من فرنسا فرنسا عندك واحد المثال 2008 2008 داروا توما القانون ديال التوقيعات والعرائض والمتنازعات قبل ما يصدر القانون قبل ما يصدر القانون وغادي تزولات هي لابوس النظام تاع لابوس الباهي عرفوا المواطنين واش داروا جمعوا جوج ملايين توقيع وفرضوا على الحكومه تحل المشروع ديالها قبل ما يصدر القانون اذا راه المجتمع اللي فيها القوه حنا نتاحلو فعلا المسائل اللي كانت في الصانع العام ندافعوا عليها واللي قرعنا على شي قضيه نمشيو معاها انا متاكد بانه الدستور جديد كما لا عن قناعة في رعاية الرؤية لما عندي تاشي الأستاذ أو يمكن أن أعطاها تحديات يقص فقط أن الوسطاء بمعنى الجمعية للمجتمع المدني أحداث سياسية النقابة المعارضة للإعلام هذا كلهم يكونوا المسؤولية ديالهم ويوصلوها الشيء للمواطنين يوصلوها فتحت الآن الجمعات القروية الأشياء الجديدة للاحتجاج اللي كاين واش هي وهي الناس اللي يجمعوا الواجب اللي يسموا لهم اللي يجمعوا الولايه ولكن نهار نصوا لهم على هذه القضيه ديال العرائض القضيه ديال المتماسك بانه لا رئيس المجلس ديالهم راه هو اللي يحمل المسؤوليه او رئيس المجلس العام او رئيس الجهه غادي يفضل المنظر ديالو غادي يساهموا اكثر ربما في حل بعض القضايا ديالهم المسائل ديال العراقيل والجمعيات ما غاديش نتكلم عليها كثير لان حتى انا باعي الجمعه هو اللي كنعرفها غير بغيت نقول معايا الاخوان خاصه الشباب اللي يهضروا الشباب اللي يهضروا على العالم الجمعوي وعلى المعيقات خصهم ياخذوا بعين الاعتبار بلي هذا راه صراع راه ماشي كي درنا الدستور عطانا واحد المجموعه ديال الحقوق غادي نمشيو نقولوا لنا هاكم راه خصنا ننتزعوها وبالتالي المفروض ان جميع الشباب اللي كيعملوا في مجالات تنمويه ولا جمعويه كيفما كانت طبيعتها ان يستمروا في الدفاع عن منفاتهم لانه من هنا الانتخابات الجايه غادي تلتقي ويعاونوا المصلحه الحمراء مع المجتمع المدني وخصهم يلبيو الحاجيات ديال المجتمع المدني كلمة أخيرة بخصوص قضية النساء أنا أيضا عندي جواب بسيط أنا بصفة عامة أعتبر أن المرأة هي التي تعرف ما ينفعها وما يضرها وليس من حق الرجل أن يأتي ويقول لا الحقوق تضر المرأة أو لا تنفعها لا سيدي دفع راسك شيء راسك المفروض أن النساء يعني كانوا في اجتماع النساء راهم كيعرفوا الحوايج اللي كيوقعوا ولا كيوقعوا لذلك ما جيش الراجل ينصب راسو ويقول المدافع عن نوعيه الحقوق يدافع عن الحقوق ولكن اخر المطاف يخلي النساء هما اللي يحكموا المطالب ديالهم حنا متاكدين بان المطالب الغربيه راه خصها تكون